احنا دائما نسمع بفلان عبقري، فلان مبدع، فلان مبتكر، ونحترم هذه الابتكارات ونستمتع بعبقرية هذه الأشخاص. لكن بالكويت نورة عندنا عباقرة، عندنا مخترعين. أكيد عندنا مخترعين وعباقرة وجوائز عالمية دكتور، وعندنا بنات أصلا كويتيات عباقرة ومخترعات وماخذين جوائز تبارك الرحمن بشكل ممكن أنك أنت ما تصدم منه ولكن تفتخر فيه. صحيح، وقد تسمع فيه إذا ما تشوفه عينك، بس اللي نشوفه احنا الحين على الطاولة ما راح تصدقه. صحيح. فاليوم عندنا شابة كويتية مهندسة عبقرية، وخذت ترى شهادة العبقرية هذه مو بس بالجول، لا، من مؤتمر العبقرية العالمي واللي تنظمه اليابان. عاد اليابان ما في واسطات، ما في مجاملات، ما في أبداً، والدكتران ولا هذا ولدنا نهائيا. دايركت. أكيد اليوم معنا المهندسة والعبقرية جنان الشهاب. يا هلا وحياك الله معنا في عالسيف. الله يحييكم، مشكورين على هالمقدمة الحلوة ومساكم الله بالخير. أول مرة أنا أطلع يعني بقناة العدالة، بس ما شاء الله الشغل مرتب. وبالنسبة للعبقرية، أنا هذه الجائزة مو بس أصعب، كان اللي يأسسها وماسكها العالم يوشيرو ناكاماتس. الله، شوفي خلينا الاسم عشان لا نضيع، بنوريش تقرير مجهزينه لك، وبعدها بناخذ كل تفاصيل هالجوائز ما شاء الله، والجائزه الاخيره باللعب مسمى العبقريه. اوكي، المهندسة الكويتية الشابة جنان الشهاب من صغرها وهي متعلقة بشغف الابتكارات والاختراعات، واليوم في رصيدها 9 ميداليات ذهب امنحوها وسام ضابط من الاتحاد الأوروبي. المهندسة جنان ما رضت 2023 إلا وهي محققة إنجاز جديد باسم الكويت. المهندسة الكويتية الشابة جنان الشهاب حاصلة على جائزة المهندسة اليافعة على مستوى المهندسات العرب عام 2017 بمشاركة 400 مهندسة عربية، حاصلة على الميدالية الذهبية مع مرتبة الشرف من معرض أرخميدس الدولي للاختراع موسكو عام 2019، حاصلة على الجائزة الذهبية المزدوجة والشبكة العالمية للاختراع والابتكار في لندن عام 2019، حاصلة على الميدالية الذهبية من معرض آيكان الدولي للاختراع والابتكار، حاصلة على الميدالية الذهبية معرض الكد الدولي للاختراع والابتكار كاوشيونغ عام 2020، حاصلة على الميدالية الذهبية لمؤتمر العبقرية العالمي WGC من اليابان عام 2021، حاصلة على الميدالية الذهبية معرض دافنشي العالمي للاختراع والابتكار من الولايات المتحدة الأمريكية عام 2021، كما حصلت على جائزتي دائرة المخترعين الكنديين ومنظمة الـ MIIA للابتكار من الولايات المتحدة عام 2023، حصل على وسام ضابط من الاتحاد الأوروبي بعد فوزها بالذهبية 9 دولياً، وطموحها المقبل وهو الحصول على وسام قائد ضابط للفوز بالميدالية 10 دولياً، ولديها شهادة خبرة من وكالة الفضاء ناسا ولاية فلوريدا عام 2014. تدرون منو هذه؟ إيه، المهندسة جنان الشهاب، زميلة الجمعية الملكية البريطانية للفن والابتكار. حي الله من يانا ونور بيته ومكانه على السيف. أقول تبارك الرحمن، عسى الله يحفظك هذه الإنجازات. خليني أقول إن إحنا نفتخر الأمانة بشخصية كويتية مهندسة الآن اجتازت مثل هذه، خلينا نقول، الخطوات المتقدمة، وصلت إلى العالمية وأحرزت أعلى المراكز عن طريق إبداعها، عن طريق عبقريتها، عن طريق خلينا نقول جهدها واجتهادها في هذا المجال. قبل الهوى سألتك، الأمر متعب لكن مجدي، صحيح؟ أكيد أكيد، ما في شيء كبير ما تعبنا قبله. صحيح. ودائما أقول الشيء الكبير والشيء العظيم مثل صعدة الجبل. فأنت إذا تبي تصعد جبل معين، تبي توصل حق قمته، راح تواجه كثير أشياء، راح تواجه الهايكينج. طبعا الهايكرز يعرفون، وايد في هايكرز كويتيين، فيواجهون الحيوانات المفترسة، يواجهون صعوبة الظروف، يواجهون وايد أشياء. إذا استسلمت ما وصلت للقمة. صحيح. فهذا ينطبق على كل شيء. ما وصلت، أو ما رح أقول وصلت للقمة أنا، يعني مهما
أنجزت أحس بعد ما وصلت للي أنا أبي. فإن شاء الله أوصل للقمة اللي أنا أبي إن شاء الله. وصول القمة اليوم يمكن دكتور إحنا نفتخر أنك رفعتي اسم الكويت. الحمد لله. رفعتي اسمك بمحافل كثيرة ومسابقات كثيرة وجوائز تبارك رحمن تبيض الوي. نبي نبدي معاك من الأخير، نبي نتكلم الحين عن آخر إنجازاتك. يمكن عندك ميداليتين في عالم الابتكار والاختراع، خلنا نتكلم عن هالإنجازات. آخر إنجاز كان في معرض إنوفيرس اللي تنظمه كل سنة لمدة 30 سنة الحين صار لهم، جامعة جورجيا في أتلانتا. يمكن وايد ناس ما يدرون أن ما حضرت النهائيات وسب الفيزا. عجيب. أي والله. فيعني أنا أحرص أن أنا أحضر التحكيم، أحرص أن أنا أحضر التكريم، لأن حتى اللي كرمون أشخاص مو سهلين، إذا كان مدير الجامعة، إذا كان أحد العلماء، إذا كان أحد المخترعين، فأنا أحرص أن أنا أقابلهم. فجيد أن تلتقين في هذه الشخصيات. وايد وايد أستفيد منهم، وتظل العلاقة يعني مستمرة. إذا سويت أنا مثلا يوم من الأيام مؤتمر وأسست قبل فترة شبكة الشرق الأوسط للاختراع، قدرت أنادي الكبار اللي تعرفت عليهم. جميل. بولا، دكتورة بولا أوليبيسي، هذه رئيسة شبكة الابتكار العالمية في لندن. ما شاء الله. قدرت أنادي الدكتور فاروق الباز. فاروق الباز يعرفني من أول ما بديت الاختراع. فهمان قدرت أن أنا أجيب يلقي كلمة في هذا المؤتمر. فوايد أحرص على الحضور أكثر من ما هو يكون فيرتشوال. مرت علينا كورونا، كورونا صار كل شيء فيرتشوال. للأسف ما زال تصير لنا ظروف نضطر ان احنا نصير فيرتشوال. جميل. يمكن شفنا بعض الصور وبعض اللقاءات مع شخصيات كبيره، يعني حتى صلى الله يحفظها سمو الامير قابلك. الحمد لله. هذا التكريم، احنا دائما نسمع الصوره السلبيه ان ما في تكريم للمنجزين للمبدعين، انا قاعد اشوف بالعكس الامور طيبه والكل يشيد في انجازك ويكرمك مثل ما يقولون في هذا المحفل. شو تشوفين انت؟ والله أنا أشوف أن في جهات يعني سمو الأمير الراحل الله يرحمه الشيخ صباح أسس لنا مركز صباح الأحمد في يوم الشباب العالمي. صحيح. اللي صار بقصر بيان، هم من أطلق مركز الابتكار، وعندنا مؤسسة الكويت التقدم العلمي. فعندنا جهات وعندنا مركز أبحاث هم بالجامعة، عندنا جهات بس يمكن يبيلها متابعة، يبيلها تطوير، لأن العالم قاعد يتحرك بسرعة. صحيح. وإحنا ما يصير الـ يعني البروسيجر اللي الحين قاعد نمشي عليه نفسه اللي هو قاعد نمشي عليه قبل 20 ولا 30 سنة. اليوم لازم تكونين أيضا جزء من هذا التطوير. والله إن شاء الله أنا قاعد أحاول. إن شاء الله. يعني الحين في مخترعة أخذت ما شاء الله براءة اختراع ساعتها. ممتاز. من الفكرة ساعتها شلون تكتب. ممتاز. براءة الاختراع وقاعد أحاول أساعد ناس ثانيين مو عارفين الطريق الطويل، قاعد اقصر لهم الطريق اللي مشيته انا مال سنين. تبارك. فالنجاح يعني مو لي انا بروحي. صحيح. يعني لما واحده كويتيه تفوز هم افرح لها وايد. طبعا. صحيح. اكيد. يمكن ايضا انت وعدتي باختراع ينقذ ارواح البشريه، هذا انا ناطرته. شنو نوع هالاختراع اللي ينقذ ارواح البشريه؟ ايوه. شو وايد سالوني عن هالاختراع. أنا صرحت إن أنا قاعدة أشتغل على الاختراع. صرحتي قبل السيف؟ لا والله ما صرحت. يعني هذا حصري يعني. صرحت إن أنا أي إن في اختراع قاعد أشتغل عليه مو طبي. نعم. بس راح ينقذ حياة وايد ناس راحوا وبسبب أغلاط صغيرة. هذا الجهاز لو صار موجود راح يعني قصدك أخطاء طبية قد ما له شغل بالطب. شنو الأخطاء اللي يعني ممكن تصيب الإنسان؟ شوف إنه تودي حياته. ما أقدر أتكلم عن الاختراع لما يتسجل. يعني ما تبين تسجلين فيه؟ لازم ينحمي. بس عطيتكم فكرة. يهتم بالأطفال أكثر ولا كل أشخاص؟ الكل. كل أعمار. من النيو بورن لما أكبر عمر. طالبك بلقاء بعد تسجيل الله يخليك. إن شاء الله. تبين عارف شنو قصة هالاختراع؟ بس يتسجل إن شاء الله أقول. نبي لنا اثنين حق البيت. إن شاء الله. حاضر. من عيوني. زين، هذا الاختراعات أنا ودي أسأل دائما المخترعين، لما تخترعون شيء ودكم إنه يشوف النور وينتجون هذا الجهاز. لأن في وايد ابتكارات خلاص تكون حبيسة الأدراج. اليوم جنان، شنو شفتي من اختراعاتك استمتعتي بإنجاز وتنفيذ اختراعاتك؟ هو هذا الاختراع الأخير اللي خذيت عليه عدة جوائز. تاز. تسجل في مكتب براءات الاختراع الأمريكي، وطبعا ما اعتبره إنجاز إن أنا خذيت براءة اختراع.
لان براءة الاختراع اخر شيء هي حماية، كأنك انت مسجل عند محامي. وانا يعني انبه المخترعين الثانيين، لا تقول انا عندي براءة اختراع. وين الانجاز عيل؟ وين الانجاز؟ الانجاز لما تنفذه، الانجاز لما الناس تستفيد منه. صحيح. سويت جهاز طبي وما حد استفاد منه، زين شو الفائدة؟ شو الفائدة؟ شو الفائدة اقول ان انا مخترع؟ صحيح. فخذيت ورشة تكنما صغيرة في فحيحيل الصناعية، بديت اشتغل بايدي، جبت عاملين، يعني الورشه حيل صغيره وايش والادوات بدائيه عشان اقدر اسوي تيست لما ادخل على مستثمر ولا ادخل على شريك، يلا سوي لي الدراسه الاداريه، يلا انا راح ادخل السوق، ترى كاهو هذا بروتوتايب، كاهو شغل، محتاجه بس مصنع يصنع لي، حلو، يصنع المنتج النهائي. فهذا الاختراع اللي انا متحمسه الناس تبدي تستخدمه، وان شاء الله قريب عقب ما وقعت مع احد الحاضنات الكويتيه، وافتخر ان انا وقعت مع حاضنه كويتيه، ما وقعت مع حاضنه برا، اسمها شركه كيوبيكل. واوجه لهم تحيه، الاستاذ عبد الرحمن الفواز والاستاذ سالم المطوع، امسكوا لي الاداره الماليه وامسكوا لي الاداره كامله، وحتى التقارير اللي تنكتب، حتى يعني بالاخير انا مهندسه، صحيح، انا تكنيكال، انا تقنيه، لما أي بالإدارة ودراسة مالية وشيء مو تخصصي، لازم صحيح. أحد يساعدني أكيد. فيه. فوقعت عقد شراكة معهم، وبإذن الله ماشي. شنو اسم الاختراع؟ سميتي اسم؟ هو إلكترودس، هي اسم الشركة أصلاً، سميتها إلكترودس يعني إلكترومغناطيك ديستريبيوشن، توزيع الموجات الكهرومغناطيسية. فاختصارها إلكترودس. جميل. نعم. طيب أنا ودي أسألك، ما شاء الله 9 ميداليات من أعرق المسابقات والمؤتمرات الدولية، لكن مع كل هذا ما شاء الله تبارك الرحمن زخم الاختراعات والسي في المشرف اللي عندك، ما حد طلب منك إنه يشتري اختراعك وعادي عندك أو لا؟ هو طلبوا. إيه. بس المقابل كان شيء ما أقدر أقبله. إيه. ف يعني في دولة أوروبية وفي أحد الدول العربية، ما أبي أحدد. أحد الدول قالوا مثلاً الجنسية تنقط. الجنسية تنقط. عجيب. مقابل. هذه أحد بس كان عرضهم وايد كبير، وفروا لي مصنع كامل، وفروا لي العمالة كاملة، وفروا لي كل المكاين اللي أحتاجها، وفروا لي كل شيء. نعم. بس شيلي جنسيتك وتاخذين جنسيتك. هذا مو صعب، هذا مستحيل. هذا مستحيل. هذه هويتي الكويتيه، مستحيل. مع ان العرض جدا مغري بس ما اقدر، وبعدين انا طبيعتي وايد متعلقه بهلي، وايد متعلقه بالكويت، فلا هويتي استقرار يعني استقرارك خارج الكويت تشوفينه صعب. الفكره ان انا استقر، اي صح، خارج الكويت صعب يعني صعب. يعني كان في حاضنه، وحاضنه وايد كبيره اسمها هاكس، تعتبر اكسلريتر، الاكسلريتر اللي هو مسرع الاعمال، يعني انا اجيب لك كاهو البروتوتايب، يلا سرع لي عشان اخلص المنتج النهائي. صحيح. في ظرف 3 أشهر او 6 أشهر. لما دزيت لهم ايميل وافقوا وحبوا الفكره، حسيت ان، قالوا لي 1.5 سنة لازم تعيشين عندنا بالشركه، حسيت انها وايد صعبه، انا ما اقدر على الغربه. والحمد لله يعني مع الصندوق الوطني اكتشفت ان في حاضنات كويتيه يمكن اسمهم مو وايد معروف، قابلت شركه كيوبيكل وهي تعتبر اكسلريتر كويتيه. صحيح. والحمد لله ماشيين بما كبتنا. الحمد لله. الحمد لله. إيه الحمد لله. إذا بسألك عن الجوائز، أرفع وأكبر جائزة امتلكتيها وحصلت عليها؟ سؤال صعب. كل جائزة لها ذكرى، وكل جائزة لها مكانة، وكل جائزة لها شعور، بس يمكن هما 3 جوائز اللي أحس ما أقدر أنساهم. جائزة الكويت تميز والإبداع، لأن اللي كرمنا فيها الراحل الشيخ صباح الأحمد جابر الصباح، وكانوا ماسكين الجائزة الشيخ زين الصباح والدكتور خالد الرضان، وهم اللي كلمونا وأعلنونا أن ترى أنت فايز المركز الأول وراح تقابل صاحب السمو. فكانت هذه أي سنة كانت؟ كانت 2018. نعم. فهذه قبل، هذه جائزة قبل لا أدش العالمية، قبل لا أروح المنافسات نقدر نقول أول جائزة. فحسيت أن إيه، أن في أحد قدر الشغل اللي أنا سويته، على كثر المنافسين اللي شفتهم يعني وقت مقابلة لجنة التحكيم. صحيح. خذيت المركز الأول، فحسيت أن لا، أنت ماشية صح. ما شاء الله. الجائزة الثانية اللي هي الأمانة العامة لدول مجلس التعاون الخليجي، كل سنة يرشحون واحد من كل دولة خليجية.
يمثل دولته في معرض أو منافسة عالمية. فأنا هالسنة يعني الحمد لله حظيت بترشيحهم أن أنا أمثل الكويت في كوالالمبور بمعرض آيتكس، وأشوى أني خذيت الذهبية. كان توتر جدا كبير، أي لأن غالبا أنا أروح المعارض سكاتي، ما أقول حق أحد أن أنا بشارك وترى مرشحة وباكر لجنة التحكيم. بس مع دول مجلس التعاون كان قبل حتى أحجز التذكرة الناس كلها تدري أن أنا مشاركة، فهذه كانت منافسة شوي غير. والجائزة الثالثة اللي هي اليابان. هذه اليابان أنا بسألك، اليابان يعني تبارك الرحمن هم معقولهم مصيبة، شلون حاربتيهم يعني فزتي عليهم بدارهم؟ لا مكانهم هم أساس العبقرية والاختراع. أي والاختراعات اللي تخرج تبارك بس الرحمن. بس المنافسة الذكي بالمنافسة، يعني الحين إحنا لو بعيد عن الاختراع، لو نتكلم عن لاعبين كرة القدم، هو في لاعب تدرين إنه هو راح يكسب الفريق. أنا ما أمدح نفسي، بس أنا عرفت شلون أنافس في هذه المعارض. ما كان في تخوف من المشاركين هناك؟ بلى. أرد أذكر أن يوشيرو ناكاماتس اللي قلت بأول مقابلة، هذا عالم عنده فوق 3000 براءة اختراع، عالم ياباني. هو اللي أسس الـ WGC معرض العبقرية، وهو اللي وقع على شهاداتنا. ما شاء الله. فهذا كان شيء وايد كبير. يوشيرو ناكاماتس اللي اخترع الفلوبي ديسك اذا تذكرونه. الله. ايام قبل، عرفت الاسود؟ ايه الاسود. قبل السي دي، هو اللي مخترعه، ومخترع اختراعات وايد عقبه، بس هذا يعني اللي الناس استخدمته وايد. صحيح. فيوشيرو ناكاماتس هو اللي وقع الجائزه. كمنافسه هم يقسموننا كاتيجوريز. تصنيفات وايد. فأنا لما أنافس أنا قاعد أنافس بمجالي، ما قاعد أنافس عقول وايد. بالضبط. أي فيصير كل مجال له ذهبية وفضية وبرونزية. مجال التكنولوجيا ذهبي فضي برونزي، مجال الهندسة المدنية فضي ذهبي فضي برونزي كذي، البيئة. إذن أنت شاركتي بمجالك وعارفة منو قاعدة تواجهين. أنا أي يعني غالبا ترى نفس المخترعين أقعد أشوفهم يتكررون بنفس المعارض، يعني حتى صار تواصل معنا اللي ها أنت مشارك بهذا المعرض، إحنا موجودين بهذا المعرض. يمكن هذا يكسر حاجز التوتر. إي بس هم ما أدري منو لجنة التحكيم، إذا عرفت منو لجنة التحكيم هم يقلل من التوتر أو ممكن يزيده حسب أعضاء لجنة التحكيم. جميل. طبيعة اختراعاتك كهرومغناطيسية. إي الاختراع الأخير اللي هو الإلكتروماغنتيك. آه. اللي حول الكهرباء من كهرباء عادية نستخدمها إلى موجات كهرومغناطيسية بالهواء. فأنت عندك الجهاز مهيئ أنه يستقبل هذه الموجات ويشتغل. احنا نسميه بالهندسة electromagnetic coupling. فالموجات بين الجهاز المستقبل والمرسل قاعد يندمجون مع بعض، قاعد يصير فيهم coupling. يعني نقدر نشحن جهاز عن طريق الهواء؟ هي الجهاز موجود. عجيب. الجهاز موجود، خذيته كوالالمبور وفي وايد فيديوهات. السفير الكويتي بعد أوجه له تحية، راشد الصالح، كان موجود هناك جرب الاختراع، ولجنة التحكيم جربوا الاختراع، وهم حظيت بفرصة من أحد الحاضرين أنه هو عنده شركة مايكرو إلكترونيكس ممكن يسوي لي الفاينل برودكت، وبلغت شركة كيوبيكال اللي أنا موقع معاهم أنه ترى صارت لي فرصة هناك وخلت تواصل معاهم. حلو. فالحمد لله هذه فائدة ثانية حق المعارض اللي أشارك فيها. بارك الرحمن. صحيح. يمكن أيضا قبل شوي ذكرتي أنه صار عندك مشروعك الخاص، أخذتي لك مكان. وين قلتي لي؟ صناعية صح؟ لا أنا خذيت الورشة بالبداية من 2016. هذا غير اللي قلتي عنها قبل شوي؟ شركة إلكترودس. لا لا لا. هي نفسها، هي شركة اللي قاعدة تسوين فيها اختراعاتك وتجربينها، هي نفسها صار بزنسك الخاص صح؟ هو من أول بزنسي الخاص، من قبل قائم، بس كان ترخيص صناعي. نعم. عشان أوصل ليه المنتج النهائي. يعني بإيدي كنت أنا أسوي التست. نعم. واحترق الجهاز كذا مرة، قلت احترق فوق 40 مرة. بالورشة. عقب ما خلصت ووصلت للمنتج النهائي اللي متأكدة خلاص هذا اللي راح يستفيدون منه، شلت الترخيص الصناعي وخذيت تجاري ووقعت مع كيوبيكال. ممتاز. زين اذا طارت عليك فكره مشروع جديد بتسوينه، هل تفكرين مشروع حسب ادواتك الموجوده قدامك، ولا كل شيء متوفر من ادوات في الكويت فتقدرين تسوين اي شيء ممكن يخطر في بالك اي مشروع؟ لا هذا الشيء اللي يخليني اطول شوي بنيان تبنين افكارك حسب الادوات. انا حسب الادوات الموجوده بالعالم مو بالكويت. نعم. لي خلصت الدائرة الكهربائية، لي خلصت العناصر اللي أنا أحتاجها، عقب نسوي يسمونه البلوك دياجرام ويسوي السيركت الإلكترونيك سيركت،
عقب ما أخلص أشوف شنو موجود بالكويت وشنو موجود برا وأطلبه، والحمد لله يعني أسهل من قبل أن أنا أطلب العناصر الإلكترونية. تستوردين أي شيء تبينه عن طريق الأونلاين؟ صح، بس في أشياء ما أقدر أطلبها. قد تكون يعني ممنوعة مثلا من مو ممنوعة يعني أمنيا، ممنوعة كمخترعين ما يبي يطلعونها برا. اي صحيح للاسف يعني في اندكترز واللي يسمونه المحول او الريزيسترز او المقاومات، في اشياء يعني عاديه ما صح. يعني ما راح تضر ولا بس راح تفيدني بالكهرباء، نحاسة الشركات يعني في اشياء ما تدخل الوطن العربي بكبره صحيح للاسف، بس جميل. احنا قادرين ان شاء الله قادرين. ودنا نختم معاك في الجائزه العاشره ان شاء الله. ان شاء الله تبون حص، انتم تبون حصري صح؟ اي نبي الحصري. قاعد تجهزين روحك؟ انا اوريدي سجلت، خلصتي 9 جوائز، باقي العاشره. باقي العاشره، العاشره هذه عشان على قولتهم بس بس نختم وناخذ وسام. شنو الجاهزيه الان اللي دخلتي فيها في موضوع ال قاعده احاول ان انا احول السيركت مالت هالاختراع بايو ديجريدبل، يعني مفيده للبيئه وممكن التحلل، لان هذه النقاط قاموا يهتمون فيها لجان التحكيم. صح. طبعا انا من اعرف شنو المعايير اللي يبونها على طول اشتغل على الجهاز بتطويره، فقاعده اطور. المعرض الجاي ان شاء الله راح يكون شهر 11 باذن الله. باذن الله. وهم بيكون ترشيح وين بيكون شهر 11؟ هم بيكون بترشيح من تورونتو، راح يكون في باريس. اوكي. ان شاء الله. ان شاء الله. باذن الله. وراح يكون في مخترعين فرنسيين، ومو سهلين الفرنسيين. بس اذا الحين اذا اخذت العاشره يعطونك لقب معين؟ لما اخذ العاشره راح اترشح حق الاتحاد الاوروبي وجمعيه المخترعين الرومانيين. ممتاز. طبعا هذا تعاون بينهم الاوسمه، راح يشوفون ملفي، راح يتأكدون من الميداليات العشرة. نعم. أن هم معترف فيهم، وعقب أخذ وسام القائد. أنت الحين عندك وسام الضابط. وسام الضابط. وبعد العاشرة بإذن الله تأخذين وسام القائد. القائد اللي هو تستعلي. أعلى شيء بإذن الله. تستعلي. بإذن الله إن شاء الله. قولي إن شاء الله. إن شاء الله. بعد الوسام وسام القائد راح نلتقي فيك هني في السيف. إن شاء الله. والناديك القائدة المهندسة جنال إشهاب. إن شاء الله بإذن الله. إن شاء الله. شكرا على وجودك اليوم معنا. ومشكورين على هالاستضافة. إحنا نفتخر الأمانة في مثل خلينا نقول هذه الشخصيات اليوم الكويتية اللي تزهر بالإبداع والتميز والرقي في خلينا نقول تعاملها مع الحياة. اليوم راح تحوشك مشاكل، لكن لا يوقفك شيء. عندك هدف أكيد، كلنا وياك قلبا وقالبا، وأكيد كل نقدر عليه نقول يا رب الله يوفقك إن شاء الله ويسنع أمورك وسمح دربك يا رب. مشكورين على الأسئلة الحلوة والمقدمة الحلوة الفيديو الحلو اللي سويته، مشكورين على المقابلة. احنا اليوم سعيدين انك تكونين يعني جزء ناجح ومن نجاح حلقتنا حلقة اليوم. شكرا لك، دائما نبيك بهذا النجاح والتوفيق بإذن الله. شهر 10 قلتي؟ 11 إن شاء الله مثل ما قال الدكتور طالب، أني بتشهني وأنت قائد العبقرية المهندسة المخترعة القائدة بإذن الله. جنان لشاب يا هلا ومرحبا فيك، نورتينا اليوم وشكرا لوجودك معنا. مشكورين نورا. مشكور دكتور طالب. الله يطول عمرك يسلمك. إذن فقرة الدروازة نورا، دروازة تعسيف والراوي هيثم بودي بعد الفاصل.